السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي، إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير التقلية. كتجي لذيذة بزاف، ما فيهاش نهائيا ريحة الزفورة، وحتى الناس اللي عادة ما كتعجبهمش يجربوها بهذه الطريقة. انا متأكدة غادي تنال الاعجاب ديالهم. نخليكم مع التفاصيل في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو طبعا المكون الأساسي ديالنا. عندي هنا الدوارة، الريه، طريفات ديال القرجوطه، مسرنات، طبعا كل شيء يكون مغسول مزيان. ومن بعد ان شاء الله نحاول نشارك معكم الطريقه ديال التنقيه والغسيل ديال الدواره ديال المصارن، كذلك كيفاش كنغسلوهم، كنقلبوهم، كنغسلوهم جيدا. انا هنا ضفرتهم، غادي نوريكم الطريقه ديال كيفاش نضفروا المصارن. بغيتو تزيدوا ايضا شويه ديال طريفات ديال الشحمه ديال الدواره، ممكن تزيدوهم. اذا بالنسبه للمسرنات فكناخذهم طبعا يكونوا مغسولين مزيان. انا هنا كانوا عندي في المجمد مغسولين نقيين، دابا عاد غادي نضفرهم باش غادي نستعملهم. من الاحسن ضفروهم عاد احتفظوا بهم في المجمد، كيكونوا اسهل في الضفير ملي كيكونوا باقيين كيتزلقوا، يعني باقي هذيك البروده ديال المجمد ما اثرتش فيهم. اذا كناخذ المصارن كنطويهم بحال هكا على جوج في المنتصف، يكونوا القياسات متساويين. كناخذ كنشد بحال هنا، ويدي هنا بهذا الشكل، كندخل هكا يدي وكنجر بحال هكا، وغادي نعاود نفس العمليه. نحاول نتقل شويه بحال هكا. اذا دابا بحال كندير غير ديك العقده الاولى، وغادي نواصل بحال هكا وانا غاديه، والضفيره كتشكل عندي. بحال هكذا، وكنحاول نعاون بيدي الا لاحظت ان يعني هذيك الضفره ما جاتنيش مقاده، كنقادها بيدي. لاحظوا معايا، ها نتوما شوفوا الضفره كيف بدات كتبان. نتمنى يكون الفيديو واضح، يعني هذه بين قوسين فقط. كاين سيدات اللي ما كيعرفوش يضفروا المصارن، فقلت نستغل الفرصه نشارك معكم الطريقه. صافي، ملي كنسالي باش كنحزم كنجبد هذا الطرف هكا، وصافي هي الضفيره ديالي. نعاود معكم وحده اخرى. غادي نواصل بنفس الطريقه حتى نضفر المسرنات اللي عندي هنا كلهم، ونرجعوا نواصلوا. في المرحله المواليه غادي ناخذ هذيك المكونات كلها ديال الدواره، غادي نديرها بحال هكا في شي كاسرونه، وغادي نغليها شويه باش كتمشي لها هذيك الريحه المجهده ديالها وهذيك الزفوريه ديالها. اذا غادي نغليوها، نصفيوها، ونعاودوا نشلوها بشويه ديال المطايب، عاد غادي نبداو نطيبوها. دابا غادي ناخذ واحد الكوكوط، غادي ندير فيها واحد البصله صغيره نشلضها بحال هكذا رقيقه. غادي نزيد عليها هذيك الدواره من بعد ما قطرتها. غادي نزيد الثومه محكوكه شويه بالزيت، مستعمله انا 5 ديال الدراس كبار، وعندي هنا شويه ديال قلب الحامض مسير، حبه ديال الطماطم تكون صغيره اللي حكيتها فهي غادي نزيدها. وبالنسبه للعطريه عندي القليل من الكمون، تقريبا اقل من نص معلقه لانه كيعطي المروره، شويه ديال الخرقوم، معلقه صغيره ما تكونش عامره، شويه ديال السكنجبير كذلك معلقه صغيره ما عامراش، واحد راس معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره مقبه ديال التحميره، واقل من معلقه صغيره ديال القزبر حبوب يكون مطحون. اذا هذه المكونات كلها غادي نزيدها. لاحظوا معايا انا ما مستعملاش الملحه في مره لانني درت الحامض مسير القلب ديالو. من بعد ايضا غادي نزيد القشره ديال الحامض مسير، غادي نزيد الزيتون، غادي نزيد واحد شويه السمن. هذه المكونات كلها مالحه، فانا فضلت انني نخلي حتى الاخير، الا جاتني ناقصه ملوحه نصحح الذوق بالنسبه للملحه، فما غاديش ندير في مره الملحه دابا. وغادي ندير القليل من زيت الزيتون، غادي نخلط المكونات مع بعضها جيدا، وغادي نديهم نديرهم يتقلاو.
اذا هنا صافي من بعد ما كنقلي هذيك الدوارات تقدروا تحتاجوا تزيدوا قطيره ديال الماء فقط باش ما يتحرق لكمش هذا الشيء، خصوصا اننا ضفنا العطريه من الاول فما كيخصهاش تحرق. اذا دابا غادي نمرقوا بالماء مغلي دائما ونحاولوا نضيفوا الماء الكافي اللي طيبنا فيه الدوار. ما هي كتشد شي شويه الطياب صافي. هذا القياس كافي كيف ما هو معروف الدواره كتشد الطياب، ومن الاحسن نزيدوا القياس الكافي ديال الماء من الاول باش نتفاداو اننا كل مره نبقاو نزيدوا نمرقوا بالماء. كملاحظه الا بغيتوا تقدروا ديروا طريفات ديال لحم الراس ديال البقري مع هاد الدواره ميني من الاول تلحوها معها في الكوكوط، طبعا تكون هبيره حتى هي كتجي فيها جد رائعه. دابا غادي نسد الكوكوط غادي نخليها تصفر نحسب تقريبا نصف ساعه ونحلو عليها باش نواصلوا. صافي هنا من بعد ما حليت على هاد الدواره غادي نزيد هنا قطعات ديال اللحم هبيره قطعه بحال هكا طريفات، طبعا هذه اختياريه ولكن كتزيدها واحد اللذه جد رائعه. غادي نزيد ايضا شويه ديال القزبر ومعدنوس مقردين ونديروهم شي شويه بالزايد. غادي نزيد القليل من مركز الطماطم كيبقى اختياري اللي ما بغاش ممكن يستغنى عليه، واحد راس معلقه صغيره ديال السمن البلدي حتى هو كيبقى اختياري يمكن لكم تستغناو عليه الا ما كانش كيعجبكم الذوق ديال السمن. وغادي نزيد واحد المزيوده حاره كذلك اختياريه حسب الذوق، والقشره ديال الحامض مسير مستعمله انا نص حامضه مسيره. صافي غادي نعاود نسد الكوكوط ديالي ونخليها تقريبا واحد 20 دقيقه من بعد ما تصفر عاد نحلوها باش نراقبوا الطياب. هنا من بعد ما حليت على الكوكوط ديالي اذا نشوفوا معايا كيفاش كيولي المرق، مازال خصو يتشرب مزيان تقريبا كتبقى واقفه غير في داك الدهون اولا اليدام ديالها وديك الزويته البلديه اللي درناها. الحامض انا حيدته باش ما يهراش، وغادي نزيد الزيتون اللي سبق لي سلقته غير باش كنقص له شويه من الملوحه. وما تنساوش في الاخير تصحيح الذوق بالنسبه للملوحه حتى كتقرب توقف هذيك المريقه ديالنا، وكنزيدوا شويه الملحه الا حسينا به باقا ناقصه ملوحه. اذا في الاصل التقليه كتوقف مزيان من هنا جات التسميه ديالها حتى كتقلى في هذيك الدهون وديك الزويته البلديه اللي درناها في الاول. اللي كيبغي شويه المرق ممكن يخلي فيها شويه المريقه ولكن كيخصها تكون خاطره وواقفه مزيان. كانت هذه هي التقليه اللي صوبتها معكم كيف ما كتشوفوا معايا كتجي مشهيه جد رائعه مريقه لذيذه وخاطره نهائيا ما فيهاش ريحه السفوره وطيبه على حقها وطريقها. نتمنى تجربوها بهذه الطريقه اكيد 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 غادي تولي معتمده عندكم. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تبخلوش عليا بالتشجيع لايك تعليق بارطاج ديال لا فيديو واشتراك في القناه بالنسبه للزوار الجدد. طبعا ما تنساوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة. شكرا على المشاهدة، نتلاقاو مرة اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفة اخرى.